فهو ضحية لظروفه. ففي رأيي إن الفيلم بيقدم مجموعة ضحايا، شخصية الأنثى في الفيلم اللي بتمثلها الأم والثلاث بنات. القضية اللي بتحركهم هي قضية الحرمان، مجتمع بيجعل من المرأة أو الفتاة مجرد متعة ليل. فنلاقي مشهد شديد الخصوبة وشديد الحسية اللي هو بيعملوا القص واللزق اللي هو الاسم المهذب لل ده، من أجمل مشاهد الفيلم. إن هي قضية الفتاة الأولى، مش التعليم، مش الثقافة، مش الفكر، لا، بمجرد إعدادها للحصول على زوج. فدي نقطة مهمة جدا في الفيلم. النقطة اللي يعني أنا في رأيي إن هي المخرج يعني يستحق عليها جايزة فعلا، هي نقطة ليلة زفاف الأم. فهنلاقي مشهد الزفاف بينقطع عن صلاة الفجر وبيظهر اللون الأزرق وضجة في الفراش، دليل إن البنات مشاركين في التواطؤ العام. فالفيلم قضيته بيقترب من عالم يوسف ادريس اللي هو قيم الشرف الزائفه اللي بتسيطر على المجتمع المصري. الخطيئه المستوره احسن من الخطيئه المعلنه. فالكل ضحيه والكل مشترك في التواطؤ. الشيخ الضرير الحلم المجهر بتاعه، البنت اللي حتى ادميتها المجتمع حولها لحيوانه، يعني قضيه اللذه قضيه جوهريه في حياتها، مش قادره تحصل على اللذه الكفيله فيها، فصدرت ادميتها اولا بحرمانها من التعليم، بحرمانها من السكن، بحرمانها من الحلم في ذاته، حتى الحلم ده مش موجود. فانا رايي ان الفيلم هو ضحايا، مجموعه ضحايا بتؤمن، ويوسف ادريس كان بيقصد ان احنا نخرج من فيلم نثور على صانع هذا العالم. فانا بشكر المخرج وبدعو كل مخرج شاب ان هو يقترب من عالم يوسف ادريس، لان عالم يوسف ادريس بالنسبه للسينما عالم بكر لم يترك بعد. شكرا.